الشمال ليوحد الأساليب والتخطيط والخطط لمواجهة الإرهاب ومن يساند الإرهاب، ويصنع الأساس الصلب القوي لمواجهة الأعداء أياً كانوا، وقد رسخت وشرعت لها طريق يصدق فيه قول الشاعر: فنحن الهلاك المر في غيهب الدجى، وفيما عدا الهيجاء نحن التراحم، ألا نحن أعد الحزم نودي إلى الردى، وللصحب والأحباب نحن النسائم. خادم الحرمين الشريفين، ضيوفنا الكرام، المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من منظومة عربية وإسلامية، وأمنها جزء من أمن الوطن العربي والإسلامي. تستشعر ذلك من خلال مكانتها الدينية، تستشعر ذلك من خلال مكانتها الدينية والإسلامية، فهي مهبطة الوحي وقبلة المسلمين، وإليها تهفو قلوب الأمة الإسلامية، وإليها تهفو قلوب الأمة الإسلامية جمعاء، لما لها من مكانة رفيعة ومقام كريم في قلب وعقل كل مسلم. فقدها يا خادم الحرمين، فقدها يا خادم الحرمين، وسر بها إلى مضان الخير ومواطن الهدى. لك المجد يا سلمان كرها ورغبة، فها أنت للحرم المطهر خادم، فسر خلفك الأبطال من كل يمة، على العهد هم ماضون والعهد دائم، ولا تلق بالا للحواسد والعدا، يغيض عتات الحقد هذا التلاحم، ولا تلق بالا إلى الحواسد والعدا، يغيض عتات الحقد هذا التلاحم. يمر من أمام المنصة بعد قليل علم الدولة، علم المملكة العربية السعودية، وهي تحمل راية التوحيد الخالدة: لا إله إلا الله محمد رسول الله. تحفه من خلفه أعلام الدول المشاركة في تمرين رعد الشمال، وهي كالتالي حسب الترتيب الأبجدي: علم المملكة الأردنية الهاشمية، علم الأمارات العربية المتحدة، علم جمهورية باكستان الإسلامية، علم مملكة البحرين، علم الجمهورية التركية، علم جمهورية تشاد، علم الجمهورية التونسية، علم جمهورية جيبوتي، علم جمهورية السنغال، علم جمهورية السودان، علم سلطنة عمان، علم دولة قطر، علم جمهورية جزر القمر، علم دولة الكويت، علم جمهورية المالديف، علم دولة ماليزيا، علم جمهورية العربية، جمهورية مصر العربية، علم المملكة المغربية، علم الجمهورية الموريتانية الإسلامية.